اهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا. بقى الحدوته اللي عايزين نتكلم فيها دي حدوته بالنسبه لي جديده، انا اول مره اسمعها وشديده الغرابه. بص يا سيدي، قريه النازله في نجع حمادي عندهم احتفال سنوي بايه بقى؟ بنجاتهم من جائحه الطاعون. بقالهم 82 سنه يحتفلوا بهذه النجاه. طب بيحتفلوا ازاي؟ بيحتفلوا بان هم ينزلوا يعملوا مأدبة في الشوارع، يقعدوا ياكلوا في الشوارع. طيب معانا استاذ عبد الرحيم علي السيد من عائلات قرية النازلة نجع حمادي. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا حاج عبد الرحيم، عامل ايه؟ الله يخلي حضرتك. كله تمام، الله يكرمك. نقول ايه؟ نقول يعني الحمد لله على سلامة النازلة كلها، ويا رب يديم عليكم الصحة دايما. نقول الحمد لله على سلامة الشعب المصري كله بما فيهم أبناء النزة والشرق بهجورة مركز نجع حمادي ومحافظة قنا. ربنا يدوم الصحة على جميع الشعب المصري يا رب. اللهم أمين. قول لي يا حاج عبد الرحيم، إيه حكاية الاحتفال اللي بتعملوه بنجاة النزلة خلال 82 سنة؟ والله هو حضرتك مش يعني مش 82 سنة بالضبط، ولكن هو لم يتم تحديد الجمعة الأولى التي بدأت فيها هذه المناسبة الجميلة التي نعتبرها عيد لجميع أهل قرية الشرق بهجورة. إنما هو قيل إنه في العشرينات أو والبعض قال إن هي في سنة 33، لكن هو مسلسل طه حسين جسد مرض الطاعون سنة كام، فهي كان في انتشار مرض الطاعون أو وباء الكوليرا، كان بتحصل وفيات كثيرة. فصعد أحد الأئمة إلى المنبر وخطب فيهم وقال حديث رسول الله: داووا مرضاكم بالصدقات وحصنوا أموالكم بالزكاة. أيوه. فقام شيخ القرية الشيخ محمد أحمد عويس رحمة الله عليه ومعه أهل الشرق بهجورة أو أهل قرية النزلة بذبح عجل وتصدقوا به على الفقراء والمساكين. عظيم ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ربنا شفى أهل القرية، وبقت دي مناسبة كل أهل القرية بيشاركوا فيها من النزلة والعقولة وعزبة الدبيات، ونأمل أنه يحزو حزوهم جميع القرى، لأنها بتخلق روح المودة والألفة بين الأسرة الواحدة والبلدة والأهل، وتعيدنا للزمن الجميل حين كان يتجمع الأهل والأسرة. صح. على مائدة واحدة من الطعام. فحتى احنا بنورث أولادنا هذه العادة حتى يحزو حزونا في الأيام القادمة إن شاء الله، كما ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بإذن الله. يديلكم الصحة أولا والعمر دائما حاج عبد الرحيم، وكانت فكرة أكتر من رائعة، عشان كده حبينا إن احنا نستوضحها منكم ونشارككم الفرحة والاحتفال. حاج عبد الرحيم علي السيد من عائلات قرية النازلة بهجورة نجع حمادي، ودي حاجة مهمة جدا. تاني بترجعنا الأول المقدمة اللي كنا بنقولها في أول حلقة، فكرة العودة إلى العادات والتقاليد والسلوك والأخلاق. شوف الحاج عبد الرحيم قال لك إيه، قال لك دي بتشجع على عودة المودة ما بين أهالي القرية وبعضهم البعض، وبنشارك كمان مجموعة من القرى حوالينا بذلك. طيب